اسمي خالد فهد الشيب، عمري 10 سنين، أنا الصف الثالث. هوايتي لعب الكرة وألعب بمركز الهجوم. أنا اليوم جيت عشان أطبخ مع الشيف حصة طبق البسكوت. بسكويت وكاكاو وحليب، كل هذه المكونات في طبقنا لليوم مع الشيف خالد. أهلاً بك يا خالد. مرحباً. أهلاً أهلاً. هيا أخبرني، هل أنت سعيد هنا في مطبخ حصة؟ وايد سعيد. يا سلام، وأنا أيضاً، يعني أرى مكونات كثيرة يا خالد. هيا أخبرني ما هي؟ الحليب، الجبن، الويب كريم، الكاكاو، القشطة، والكاكاو لتزيين البسكوت، والبسكوت والحليب لتقطيس البسكوت. يا سلام، وما هو اسم الطبق اليوم؟ طبق البسكوت. طبق البسكوت، يعني طبقات البسكوت، ستضع الكثير من الطبقات، يعني طبقة بسكوت وطبقة لا أعرف وطبقة بسكوت وطبقة لا أعرف. حسناً، هيا أخبرني ما هي الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى نفتح الخلاط ونحط الحليب. حسناً، الحليب المبخر. الحليب المبخر. وبعدها الجبن. حسناً، هيا، كم من حبة جبن؟ 5 حبات. 5 حبات. يبدو أنها لذيذة، أليس كذلك؟ نعم. هل تحب الحلويات يا خالد؟ نعم كثيراً. يعني ما أفضل طبق حلويات تحبه؟ الكاكاو. يا سلام، وأنا أيضاً. والآن نضع الويب كريم. ضعه كله يا خالد. كله. حسنت. والآن الكاكاو. حسنت. يا سلام، سيصبح لونها بني، أليس كذلك؟ نعم. وماذا أيضا؟ القشطة. يا سلام على القشطة، أنا أحب القشطة يا خالد مع العسل. وأنت أتحبها؟ لا. لماذا؟ إنها مفيدة جدا. لا أحبها. لذيذة. أنا حصة أحب كل شيء يا خالد، وكل أنواع الحلويات والخضروات والفواكه، كل شيء. وأنت؟ أنا أحب التفاح والموز. يا سلام، وإنه مفيد جدا، أليس كذلك؟ نعم. هل تعرف ما أهم وجبة في اليوم؟ الغداء أم العشاء أم الفطور؟ أهم وجبة؟ الفطور. الفطور، صحيح يا خالد. والآن نغلق الخلاط. الحين راح نحطه في الخلاط عشان يعني نخلطه. حسناً، وضعنا جميع المكونات في الخلاط، والآن نريد أن نخلطهم. أخلط أخلط كمان بصوت عالي يا خالد. أحسن، هل تسمعني؟ أنا لا أسمعك خالد. خالد، هل تسمعني؟ الله يا خالد، ما هذه الرائحة الرائعة، رائحة شوكولاتة على ويب كريم على بسكويت على شوك، ما هذه رائحتها رائعة. هيا أخبرني ماذا الآن، ماذا سنفعل الآن؟ نحط البسكوت في الحليب الحار. حسنا، ونحطه طبقات في الملة. حسنا، يا سلام. يعني أخبروني يا خالد أنك تحب كرة القدم، أليس كذلك؟ نعم. ماذا تحب أن تلعب؟ هجوم، دفاع؟ حارس. حارس مرمى؟ نعم. حقاً؟ وهل تسدد الأهداف؟ لا. ماذا؟ حارس مرمى لا يسدد. قصدي يعني تقوم بصد الكرة. نعم. أليس كذلك؟ نعم. هيا أخبرني، هل لديك قصة جميلة؟ إني صديت ركلة جزاء. حقاً؟ نعم. يا سلام، أحسنت يا خالد. خالد، هل تساعد أمك في المطبخ في شهر رمضان؟ نعم. كيف تساعدها؟ ماذا تفعل؟ أطبخ معاها. إيه حقاً، وماذا تفعل يعني؟
أطبخ البسكوت الطبقات. يا سلام، أطبخ كل شيء. يا سلام، وهل تقوم مثلا بتحضير العصائر؟ نعم. وهل لديك عصير مفضل في شهر رمضان؟ نعم، هو البرتقال. يا سلام، ومفيد جدا. نعم. يا سلام، يعني عصير البرتقال يعني يحتوي على فيتامين سي. نعم. أليس كذلك؟ نعم. يجب أن تشرب أشياء صحية يا خالد. نعم. لكي تعطيك الطاقة. صح. صحيح. كم طبقة تريد أن تفعل؟ أكثر من طبقة. يعني اثنتان، ثلاثة، خمسة، لين ما أوصل لفوق الصحن. حقا. الآن حطينا كل البسكوت، والآن سوف نحط خلطة الشوكولاتة. يا سلام، تبدو شهية جدا يا خالد. نعم. سنضعها بالثلاجة عندما ننتهي؟ نعم. سننتظر كثيرا في الثلاجة يا خالد؟ نعم. يعني كم ساعة تقريبا؟ سبع ساعات. سبع ساعات. حسنا يا خالد، أنا لدي فكرة. هل أنت جاهز لتسمعها؟ نعم. ما رأيك أن نحمل الصحن ونقوم بدلق جميع الخلطة فوق البسكويت؟ حسنا. هيا، طريقة أسرع. وأنا يعني سأنتظر سبع ساعات يعني في الثلاجة، وأنا يعني سأنتظر ماذا سأفعل. أحسنت، ما رأيك بالفكرة؟ جيدة. أسرع أسرع بكثير. سأقوم بتوزيعها بالكامل. حسناً؟ حسناً. انتهينا؟ نعم. يا سلام، والآن ماذا؟ نزينها بالشوكولاتة. يا سلام، شوكولاتة للتزيين، رائع. شكلها يبدو شهي جدا. نعم. يا خالد. نعم. يا سلام، يعني سمعت أنا يا خالد، سمعت أن والدتك قامت بتحضير نفس المكونات ولكن بلون مختلف، أليس كذلك؟ صح. أريد أن أراها يا خالد بعد ما نخلصها. حسنا. يا سلام، منظرها شهي. نعم. يا أصدقائي، مكونات بسيطة جدا وسهلة التنفيذ وبنكهات متعددة تستطيعون تطبيقها من مطبخكم. وهنا ننتهي لحلقة اليوم، ونراكم في الحلقات القادمة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. حسنا يا خالد، هيا لنأكل. هيا هيا هيا. يا سلام، شكلها جميل.